قول الآية الأول، الآية من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح الـ14 آية 4. بولس الرسول بيقول لنا إيه في الآية دي؟ من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه يثبت لأن الله قادر أن يثبته. هقول الآية تاني. معلمنا بولس الرسول بيقول لنا من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه يثبت لأن الله قادر أن يثبته. يبقى احنا هنتكلم عن ايه النهارده؟ عن السماء، الثبات، الإدانة. هنتكلم عن الإدانة، اللي بيدين حد. يعني ايه الإدانة؟ اجيب سيرة الناس. ها، لا انا عاوز كلمة ادين. يعني ايه ادين غيري؟ ما هو الإدانة معناها ان ادين غيري، بس انا شايف حد ان انا احسن منه. حلو السؤال، حلو حلو الإجابة دي. نعم تمام. أدين نفسي يعني بدينك، صح؟ ها؟ حد عنده إجابة تانية؟ طيب الإدانة دي خطية صعبة ولا قضية عادية؟ خطية عادية يعني صعبة، ليه بنسميها خطية صعبة؟ ربنا قال لا تدينوا لكي لا تدانوا، ماشي؟ علي صوتك عشان نسمع. الحصوة والزلطة، لا بعرفهاش، تعالوا لها. لا تنظر الى القذى اللي في عين اخيك، بل انظر لايه؟ الخشب اللي في عين اخوك. تمام. دلوقتي احنا الادانه هي ان احنا بنحكم على شخص مش من حقي احكم عليه. زي بالظبط انا قاعد في شقتي وليا جار جنبي ابنه شقي، قاعد يعمل ايه ابنه؟ يلعب، يكسر الازاز، يكسر الكوبايات، يكسر التلفزيون. انا شايف المنظر ده متضايق، اعمل ايه؟ اروح اخبط على جاري واخش كله اقول له فين ابنك ده، واخش اروح ملطش له على وشه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ هل من حقي؟ طيب صاحب البيت هيعمل معايا ايه؟ اللي كان بيدخلني وبيكرمني وبيشربني الشاي وممكن يغديني ويرحب بيا قوي، هيعمل معايا ايه؟ هيقول لي بره، هيديني بشلوت، صح؟ ها؟ فهي نفس الحكاية، أنا مش من حقي إن أنا أدين حد. الإدانة عاملة زي بالظبط مرض. إحنا عندنا الأمراض، في أمراض جسدية وفي أمراض إيه؟ روحية. الإدانة ده مرض روحي، المرض الجسدي بيبقى ليه طبعًا أعراض وليه علاج. نفس الحكاية بيبقى للإدانة في ليه أعراض وليه علاج. هنتكلم على الإدانة كأنها مرض. بس هنشوف الإدانة أول شكلها إيه. حد يعرف شكل الإدانة؟ يعني أنا لما بدين واحد بعمل إيه بالظبط؟ واحد كان قال لي إن أنا بنزل من نفسيته أكتر من الناس، بس أنا بعمل إيه وأنا بدين؟ أنا ببقى شكل إيه يعني؟ بقول إيه؟ إن أنا بتكلم على حد غيري، صح؟ أنا يعني ده شكل الإدانة. الإدانة شكلها إيه؟ انا عاوز اوصل للشكل الادانه، يعني انا ايه اعرف ان دي ادانه. اصل خلي بالك احنا كلنا بندين، انا بدين اللي قدامي، بدين غيري، بدين الكلام ده كله. فانا ممكن ادين حد قدامي وانا مش حاسس، فانا عاوز اعرف شكل الادانه دي ايه. لو عرفت شكلها هبتدي ايه ابعد عنها. فشكلها ان انا ممكن اتكلم، لو اتكلمت بتريقه على شخص يبقى دي اسمها ايه؟ ادانه. مجرد انها اتريقت على واحد وتنمر، ما هي التنمر هو الادانه. يعني التنمر بدل ما يقولوا كلمة إدانة قالوا تنمر. لو عيبت في شخص وهو مش موجود قدامي، ده نوع من أنواع الإيه؟ الإدانة. لو وصفت شخص بوصف وحش، قلت ده حرامي، ده كذاب، ده غشاش، ده غير أمين، أي وصف وحش بوصفه لحد تاني دي بتدخل في موضوع الإيه؟ الإدانة. تخيل لما اجي احكي حكايه، مجرد ان انا بحكي حكايه واللي قدامي فهم من الحكايه دي ان شخص تاني وحش، وصلت له من الحكايه بتاعتي ان انا قصدي ان الشخص ده وحش،
دي إدانة وأنا مش حاسس. فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ صعبة؟ طبعا النميمة ومسك السيرة، طبعا قاعدين نتكلم على فلان وعلان وخلان والكلام ده كله، دي نوع من أنواع الإيه؟ شكل من أنواع من أشكال النميمة. النظرة، هل النظرة تدخل في نطاق النميمة؟ لا، دي موضوع الشهوة، دي زنا وحاجة تانية، موضوع تاني. أنا بتكلم عن النظرة، يعني أنا لو بصيت لواحد كده باحتقار، دي نميمة ولا مش نميمة؟ نميمة، صح؟ لو بصيت لواحد ونظرتي دي معناها إنك أنت غلطان بستغلطه، دي معناها إيه؟ نميمة. حتى تعبير الوش، لما حد يجيب لي سيرة حد، إيه؟ لا إدانة، سوري أنا آسف، أنا قلت نميمة معلش. حتى تعبيرات الوش، فلنفرض بنتكلم عن واحد وجيت انا عملت كده، مجرد ما انا عملت كده معناه انا ايه؟ ادنته، صح ولا مش صح؟ يعني حتى حركه الوش، يعني ممكن من نظره العين وحركه الوش. وموضوع الادانه ده يعني موضوع صعب شويه، يعني عشان افرق بين الادانه وبين انها مش ادانه، دي حاجه صعبه شويه او متشعبه شويه. يعني اقول لك على حاجه، لو اب وام بيتكلموا مع بعض عن ابنهم وبيقولوا كلام وحش عن ابنهم، نميمة؟ إدانة؟ على حسب إيه؟ يعني مثلا الأب قال لمراته أو الأم للولد، يعني لا اسكتي، ده أنا شفت الولد النهاردة قاعد على القهوة وبيحشش، ابنك حشاش يا هانم. وجي بقى الأم قالت له اسكت، ده انا شفته مد ايده النهارده على الفلوس وسرق مني الفلوس بتاعتي. ادانه ولا مش ادانه؟ ليه؟ مش هما بيقولوا حاجات وحشه على ابنهم؟ ايه؟ بتحصل مع ابهات وامهات كتير، زي ما بتحصل ان انا بتكلم على غيري بطريقه وحشه، بتحصل ولا مش بتحصل؟ ها؟ طب ما انا لو كلمت على واحد وحاجه حصلت برضو ادانه. بس لما يجي يقول لك انت حرامي، الاب ممكن يقول لابنه انت حرامي ومش ادانه. ليه؟ لانها جايه في نطاق التربيه، هو بيربي ابنه بيعلمه، ماشي. والاب ليه الحق، مش احنا بنقول ان 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 الادانه هي ان احنا احكم على شخص مش من حقي ان انا احكم عليه، ابني من حقي ان انا احكم عليه، او الاب من حقه ان هو يحكم على مين؟ على ابنه، في اطاق، في نطاق الايه؟ التربيه. زي صاحب العمل لما يبقى عنده موظفين او رئيس العمال وعنده ايه؟ عمال، او عنده صبي، شاف الصبي بتاعه مهمل في العمل بتاعه، هيقول له انت مهمل ولا مش هيقول له؟ نميمه؟ مش ادانه؟ مش ادانه، مش ادانه خالص. شافه بيسرق وقال له انت بتسرق، مش ادانه. بس لو حصل وقال للاخرين ده فلان سرقني، يبقى كده بيشهر بيه، اصبحت ادانه. خدتوا بالكم من الفرق بين الاثنين؟ مجرد ان هو شهر بيه او فضحه، دي ادانه. انما بيعاتبه هو من حقه، طبعا مش معقوله هيشوف واحد بيسرقه ويمشي الامور كده، لا مش عاوز ادينه، ما ينفعش. البابا شنودة قال لك ايه؟ الانسان الروحي هو انسان يشهد للحق ولا يجامل في سبيل الحق ايا كان الامر. يبقى في موضوع الحق انا ما ينفعش اكون ايه؟ بدين حد. يعني لو انا شفت جريمه قدام عيني والقاضي في المحكمه قال لي تعالى اشهد ان فلان قتل، اشهد ولا ما اشهدش؟ لو انا سكت يبقى انا بسكت على الباطل. انما لو شهدت وقلت، انا مش بدينه، انا قلت الحقيقه، تفرق شويه. وتفرق في ايه بقى؟ ان انا لما بقول لحد انت كذا، انا مش من جوايا ان انا اضره، او مش من جوايا ان انا بكرهه عشان كده بقول عليه الكلام ده، لا، انا من جوايا ان انا بظهر الحق. طول ما انا بظهر الحق دي ما تعتبرش ايه؟ ادانه. فانا عاوزكم تميزوا، ممكن بالنظره اسمها ادانه، ممكن بحركه الوش اسمها ادانه، ممكن ان انا اتكلم على واحد وحش ما تعتبرش اسمها ادانه. نفرق بين الاثنين، فرق كبير قوي. برضو البابا شنودة قال، وإذا أخذ الناس موقفا سلبيا بالنسبة للحق
لانتشر الباطل في ارض، في ارجاء الارض كلها. يعني لو كلنا ما قلناش الحق هينتشر الايه الباطل في ايه في الارض كلها. الادانه زي ما عرفنا ان ليها اشكال، ليها سبب. انا ليه بدين القدامي؟ انا عرفت ان انا ممكن ادينه بنظره، اعرف ادينه بكلمه، اعرف ادينه كذا، بس ليه انا بدينه؟ يبقى لازم اعرف السبب اللي وصلني ان انا ادين اللي قدامي. اول حاجه الكبرياء. يعني ايه الكبرياء؟ ان انا شايف نفسي احسن من غيري، او انت شايف نفسك احسن من غيرك واعلى منه. طول ما انت شايف نفسك احسن من غيرك واعلى منه، يبقى هو حرامي وانت ايه امين، هو كذاب وانت صادق، هو وحش وانت حلو، هو سيء السمعة وانت انسان محترم. طول ما انا شايف نفسي محترم واللي قدامي ده وحش، ماشي، كل اللي قدامي دول هشايفهم وحشين، ده اكيد انا دخلت في موضوع الكبرياء. يبقى الانسان الشاطر اللي يدين الايه يدين غيره. تاني حاجة من الحاجات اللي بتخليني ممكن ادين اللي قدامي، ان يكون في شر جوانا او شر في قلبي. لو انا في شر في قلبي اكيد هبص اللي قدامي بنظره ايه شر. يقول لك الانسان الحلو يتكلم عن الناس حلو علشان قلبه جوه ايه حلو. يبقى انا اقدر اتكلم على اللي قدامي بطريقه حلوه، وممكن اتكلم بطريقه وحشه علشان انا جوه قلبي ايه. لو انا جوه قلبي حلو هتكلم على اللي قدامي بحلو، لو انا قدام اللي قدامي لو انا قلبي جواه وحش هتكلم على الايه اللي قدامي بطريقه وحشه. في قصه بتقول ان في راهب خرج من قليته ودخل في البريه كده في الصحراء. مين شافه؟ ثلاث رهبان تانيين. كل واحد في فكره فكر حاجه. الاولاني قال لك الراهب ده طلع بره اكيد عشان يلم فلوس من الايه من الناس ويتبسط بيها. الراهب التاني فكر قال لك اه ده هو حب يخرج اتخنق بقى، انت عارف رهبان وكلنا رجاله، حب يفرفش على نفسه شويه بره يفرفش يعني، صح ولا لا؟ الراهب الثالث قال لك ايه؟ قال لك هو خرج عشان يبعد عن الرهبان ودوشه الرهبان ويتامل مع ربنا. يبقى عرفنا كل راهب من دول جواه ايه اصلا من الكلام اللي هو دار فين؟ في ذهنه. عشان الراهب الاولاني في ذهنه مليان بالمال، او هو بيفكر في المال او في الفلوس فكر في الراهب ده بكده. التاني عشان بيفكر في العالم فكر في التاني كده. التالت عشان بيفكر في ربنا ما بيفكرش في الحاجات الوحشه من جواه حلو، فقال لك ايه اكيد ده راح يناجي ربنا بعيد عن دوشه الرهبان والكلام ده كله. في مثل بيقول لك كل اناء ينضح بما فيه، وده اتاخد برضو من انجيل لوقا في الاصحاح السادس ايه 45. بيقول لك ايه؟ الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فانه من فضلة القلب يتكلم فمه. نفس الفكره، الانسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الايه الصلاح. يعني لو انت جوه قلبك صلاح محبه، جوه قلبك نظيف هيطلع ايه حاجات نظيفه. لو انت جوه قلبك شرير هيطلع شرير. يبقى القلب بيطلع الايه اللي جواه بيطلع على فمه. بتوع علماء النفس، عارفين علماء النفس بيمسكوا الانسان كده يفصصوه، يعرفوا هو اتصرف ده كده وليه وعمل كده ليه والكلام ده. جه واحد ناس من علماء النفس قال لك في ظاهره، سموا ظاهره كده سموها ظاهره الاسقاط. ظاهره الاسقاط دي معناها ان كل واحد بيعكس اللي جواه من ضعف على الاخرين. يعني انا جوايا ضعف معين، انا عندي حب المال، اروح اقول على قدامي ده بيحب المال. دي اسمها نظريه الايه الاسقاط. انا بسقط اللي جوايا على غيري، بقول اللي بعكس اللي جوايا على ايه على غيري. زي الحرامي لما شايف الناس كلها حراميه، والانسان الزاني شايف اي وقفه مع ولد وبنت انه اكيد في علاقه غير شرعيه او علاقه مش تمام. في رساله معلمنا بولس الرسول بيقول معلمنا بولس: لذلك أنت بالعذر أيها الإنسان، كل من يدين لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور. يبقى أنت مجرد أنك أنت بتدين اللي قدامك بحاجة وحشة، أنت مش بتدين اللي قدامك، أنت بتدين إيه؟ نفسك.
تدين تفعل تلك الأمور بعينها. لو أنت قلت اللي قدامك ده بيحب المال يبقى أنت بتحب المال، لو قلت على اللي قدامك ده زاني هو زاني، لو قلت على اللي قدامك ده حرامي يبقى أنت حرامي. يبقى احنا عرفنا من الأسباب إن أنا ممكن يكون عندي كبرياء، ممكن يكون في شر داخل قلبنا، ممكن في تالت حاجة اللي هناخدها قلة المحبة. ينفع أخويا اللي أنا بحبه أقول عليه كلمة وحشة؟ أو شفته عمل حاجة حلوة حاجة وحشة وما تسطرش عليه؟ طب لأن أنا مش بحب اللي قدامي هفضحه، يبقى عدم المحبة هتخليني إيه؟ أدين على رأيه أسيح له. إيه؟ حتى لو كان وحش معاك. بص يعني واحد وحش انا مالي؟ يعني زي بالظبط اللي دخل على بيت جاره ولقى ابنه بيكسر كل حاجه، هو ماله؟ انا مالي؟ لو جه عليا انا بحاجات انا اتجنبه، بس انما ما شهرش بيه. انا ممكن اعمل حاجه حلوه اروح اكلمه وجها لوجه اقول له انت ليه بتعمل معايا كده كذا 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 وكذا، انما ما افضلش امسك ده واقول له وامسك ده واقول له وامسك ده واقول له. مجرد ما انا مسكت حد وكلمته على خطيه غيره يبقى اسمها ادانه. تمام. هو انا مش قلت في الاول الشاهد على الحق؟ لا مش الساكت عن الحق. قلت البابا شنو ده قال ايه؟ الانسان الروحي هو الانسان الذي يشهد للايه؟ للحق. ماشي؟ معنى كده انا لو اعرف انا عندي بنت او انا عندي بنت قريبتي وجاي لها عريس وعارف ان العريس ده سمعته وحشه وهيضر الاسره دي اروح اتكلم. لا انا اتكلمت في الضروره، اتكلمت في الضروره ان انا مش قصدي. هي الفرق ايه؟ خلي بالك انا قصدي ايه هنا؟ قصدي ان انا اشهر بهذا الانسان او افضحه، او قصدي ان انا من جوايا كرهي ليه فانا عاوز اسيح له زي ما انت بتقول، ولا انا قصدي ان انا انقذ هذه العائله منه؟ لا ما لا انا صاحب الشأن، انا بتكلم على نفسي. انا لو انا قصدي ان انا افضح هذا البني ادم قدام الناس دي وشمتان فيه بما معناه يعني، دي اسمها ادانه. انما لو انا رايح للعيله دي ورايح اقول لها، او انا بتكلم عن عيلتي انا وبقول لهم يا جماعه خلوا بالكم ده كذا كذا عشان انقذ عيلتي منه، دي مش ادانه كده، انا بشهد للحق. يبقى اتكلمنا عن قله المحبه، هتلاقوا في رساله بطرس الرسول الاولى، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. معلمنا بطرس بيقول لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. المحبة مش أي محبة، محبة شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. وطبعا عارفين قصة الأنبا مكاريوس لما سطر على الرهب اللي عنده وقعد على المجور اللي كان تحتيه اللي إيه؟ الست اللي كان بيعمل الخطأ معاها. ماشي؟ اللي كانوا الرهبان مسمينه إيه؟ القديس مكاريوس الكبير، إله الستر، إله الستر، لكثرة إن هو كان بيستر على كل الرهبان اللي عنده، ستر عليهم كلهم، أستر عليك. نفس الحكاية الأنبا موسى لما طلبوه إن هو يجي يحاكم راهب تاني، من محبته ما رضيش يحاكمه، الأنبا موسى الأسود. يبقى إحنا من الحاجات اللي بتخليني نقولها تاني، من الحاجات اللي بتخليني ان انا ادين اللي قدامي، ان انا يكون عندي كبرياء، ان انا يكون في شر داخل قلبي، ان انا تكون المحبه عندي قليله. رابع حاجه قله المعرفه. يعني مش عارف ظروف اللي قدامك علشان احكم عليه. لو واحد سرق احكم عليه انه ليه ان هو سارق؟ او ادينه ليه؟ ليه اله يدينه؟ لان انا مش عارف ظروف اللي سرق ده سرق ليه، مش عارف هو في ضيقه ماليه ولا يعني. في قصه حقيقيه حصلت هنا في الكنيسه عندنا. ماشي؟ في واحد بسيط خالص، بسيط جدا يعني، دخل الكنيسه
اول ما دخل الكنيسه راح عند صندوق العطا، بيبص على صندوق العطا لقى فيه 50 جنيه طالعه شويه كده، اللي حط العطا ما زنقهاش جوه، ساب حته كده صغيره. فبكل بساطه راح عمل ايه؟ شدها وحطها في جيبه. ده نقول عليه ايه؟ حرامي فاشل. ما انا بقولك انسان بسيط. ايه اللي يعني حكمكم عليه ايه؟ يهوذا. يهوذا زي ما يهوذا كان بيسرق الايه؟ صندوق الكنيسه. اه؟ فنقول عليه يهوذا، ده سارق بيسرق، صح؟ بس ممكن معلش يعني الانسان ده من بساطته دخل الكنيسه بيصلي لربنا بيقول له يا رب انا مزنوق ومحتاج مبلغ والدنيا مقشفره معايا خالص، وعمال يكلم ربنا وهو بيكلم ربنا بص في الصندوق لقى 50 جنيه قدامه، يبقى ربنا بعتها له ومش بعتها له؟ ممكن، انا مش بديله مبرر، بس انا بقول انا معرفش ظروفه ايه، ماشي. اه الراجل ده برضه ربنا ما رضيش يعديها له، قرصه من ودنه وكاميرات المراقبه جابته يعني. وخد حكم وخد حرمان والكلام ده كله، بس انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم ان احنا ندي عذر للي قدامنا. الست اللي بتمشي غلط وماشيه في الحرام والكلام ده كله، انا مالي ما تمشي ولا تعمل ولا بتاع يعني؟ يمكن معلش يعني ندي اعذار. الست دي مثلا عندها اطفال رضع ومش عارفه تربيهم، او اطفال صغيرين مش عارفه تربيهم، وعليها فلوس مبلغ كبير، ولو سابت الاطفال دول هيموتوا، فعلى قد فكرها البسيط باعت نفسها. مين اللي يحكم عليها، انا ولا اللي ربنا؟ انا ماليش حكم عليها، وما اقدرش اقول عليها اللي هي عملته ده صح ولا اقدر اقول عملته هي ده غلط. ربنا هو اللي يحكم عليها، انا مش ببرر اللي هي عملته، انا بقول انا ماليش حكم عليها، انا مالي. مره البابا شنوده واحد بيقول له يا ابونا يا بابا انا بشوف البنات والولاد واقفين على سور الكنيسه والبنات لابسه مش عارف ايه وبتاع، قال له يا ابني حط قاعده في دماغك، قول ايه وانا مالي، خليني في حالي وخش على الكنيسه، مالكش دعوه باي حاجه خالص. هحكي لكم على قصه، موضوع قله المعرفه دي. في واحده كانت بتنزل كل يوم كده على المغرب، تخرج تجيب واد في ايديها وتطلع بيه شقتها فوق، الواد يقعد جوه في الشقه فتره كده، وبعد كده ينزل يقعد يوضف في هدومه ويروح. حصلت مره، تاني يوم لقوا نفس الحركه دي حصلت، تالت يوم نفس الحركه دي حصلت، الناس هتفكر في ايه؟ لا كل يوم الموقف ده بيحصل كل يوم، ها الناس هتفكر في ايه؟ هتفكر ان الولد والبنت دول بيعملوا شر، ما يعرفوش ان البنت دي ابوها تعبان مشلول فوق، الولد ده بيجي يساعد ابوها عشان يخش يستحمى مره كل يوم، يخش يدخله الحمام يحميه، طبعا تقيل على البنت ما بتقدرش تشيله، ورجاله مع بعض بيحميه وبتاع ويدخله جوه، طبعا من الشير والحط هدومه بتتبهدل بتطلع بره، ماشي. هو عشان خادم فبيخلص مهمته ويجري، وهو نازل على السلام بيقعد بهدومه. يبقى دي قلة معرفة ولا مش قلة معرفة؟ يبقى أنا لما أدين اللي قدامي ده عن قلة معرفة، يبقى أنا أخطيت خطأ كبير قوي، صح ولا لأ؟ هي الفكرة في كده، ما أدينش اللي قدامي، ما أعرفش الظروف اللي قدامي شكلها إيه، ما أعرفش اللي بيحصل إيه. آخر حاجة من الحاجات اللي بتخلينا إن إحنا ندين اللي قدامنا، إن إحنا بننسى خطايانا أو بنتناسى خطيتنا. لو كل واحد حط خطيته قدام عينه زي ما السيد المسيح عمل مع الخطيه في ذات الفعل، حط خطيه كل واحد قدام عينه، هيقدر يعمل خطيه؟ ما حدش. ايه؟ اه مش هيدين حد، مش هيقدر يبص على حد، صح. في قديس اسمه قديس يوحنا الدرجي، القديس ده كان في القرن السابع يعني، كان تحت طبعا، هو قديس كبير ومن النوع اللي بيبحثوا في الكتاب المقدس بطريقه جامده قوي. كان تحت ايديه رهبان، فجه في يوم كده يوعظهم، فجه بيتكلم معاهم بيقول لهم ده كان مكتوب في الانجيل زمان قوي ان المصريين كان في كل بيت عندهم ميت. وسكت الرهبان، قعد ان هو مستنيين ان هم ايه، ان هو ايه يكمل، الراجل بيوعظ ووقف. فكل واحد بص للتاني، هو ايه ابونا يوحنا ده مش هيكمل ولا ايه؟ يا ابونا يوحنا في ايه، انت وقفت ليه؟ قال لهم انا قلت لكم هو مش مكتوب زمان في ايام موسى النبي ان كانت الضربه اللي هي الاخيره اللي هي بتاعه الابقار
ان حصل صراخ في كل بيت، يعني كان في ميت في كل بيت. قالوا له اه، وسكت برضه. طب ايه يعني انت عاوز تقول ايه يعني؟ انا مش فاهمين برضه، انا عارفين الحادثه اللي حصلت دي وعارفين كذا كذا. قال لهم طيب انا بقول لكم في ميت في كل بيت، يعني معناه ايه؟ يعني مش معقول ان انا اسيب الميت اللي في بيتي واروح اعزي مين؟ في ميت تاني جنبي، كل واحد في بيته مصيبه، هيبص على مصيبه غيره؟ فانا ابص على خطيتي الاول، ما انساش خطيتي. طول ما انا ناسي خطيتي مش هبص على ايه؟ انا عاوز اقول لك اللي بيدين ما بيستجريش ان هو يبص على خطيته، خايف يبص على خطيته عشان عارف ان خطيته كبيره قوي، فبيبقى تايه وعمال يدور في الناس على اي خطيه عشان يقولها ويدينها. يقول لك ابكي على ميتك الاول، ابكي على خطاياك انت، انت خليك في مصيبتك انت. في انجيل يوحنا الاصحاح التاسع القصه بتاعت الامراه اللي امسكوها في ذات الفعل. الست اللي مسكوها في ذات الفعل، جم الكتبه الفريسيون مسكوها كده وشدوها جامد، ودي احنا شفناها وهي بتعمل الخطيه. طيب الست لما كانت بتعمل الخطيه كان بتعملها لوحديها؟ ست وهي بتزني ينفع تزني مع نفسها ولا لازم يكون معاها راجل؟ ليه ما مسكوش الراجل؟ ازاي؟ ما هو ما ينفعش، هم مسكوها في ذات الفعل، في ذات الفعل يعني هي وراجل بيعملوا الشر. لا 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 ما كانش، لا هم فعلا مسكوها في ذات الفعل. ايه؟ اه. لا هو الفكرة ايه؟ هم كانوا مجتمع شرقي. والمجتمع الشرقي ده مجتمع رجولي. فأنا راجل ما ببصش لخطية الراجل، أنا ببص لخطية الست، ببص لخطية الغير. هي دي الفكرة. من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. السيد المسيح قال لهم كده. حط الخطية قدام كل واحد منهم وقال لهم من منكم بلا خطية فليه؟ فليرميها أولا بإيه؟ بحجر. لما موسى الأسود في أيامه كان في راهب، القصة اللي أنتوا عارفينها، أخطأ ولما موسى عمل إيه؟ قالوا له طبعا عشان لما موسى هو الكبير في الدير، فقالوا له عاوزينك أنت اللي تحكم، تبقى موجود معانا في مجمع الرهبان اللي عاوزين نحكم فيه على الراهب ده. عمل ايه؟ اتأخر عليهم كتير وخد شوال وعباه ايه؟ رملة وخرموا من تحت. ليه؟ انا خطايا ورايا مش شايفها وعمالة تمشي ورايا اهي، ماشي يعني انا ورايا خطايا كتير، هاجي ابص على واحد اخطأ خطية؟ ما ينفعش. ما ابص الاول على الخطية اللي ورايا اللي عمالة تمشي ورايا دي. الآية اللي بتقول لك اللي قالها لنا ملاك، لماذا تنظر القزى الذي في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها؟ أنتوا عارفين الآية دي مكتوبة بنفس النص في إنجيل لوقا وإنجيل متى، يعني في إنجيل لوقا لو بصيتوا في الإصحاح السادس آية 41 هتلاقوها بنفس النص موجودة في إنجيل متى الإصحاح السابع آية 3. واحد من القديسين اللي هو القديس أوغسطينوس قال لك إيه؟ الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدين عليها. يعني الحكيم يتأمل فضائل غيره ويتعلم منها. يعني طول ما انا ببص على، طبعا كل واحد فينا في المميزات وفي العيوب، في حاجات حلوه في حاجات وحشه. ليه ابص على الحاجه الوحشه؟ لا انا ابص على الحاجه الحلوه. شايف ده شاطر في شغله، ابقى انا كمان شاطر في شغله. شايف ده بيروح الكنيسه، بيروح اجتماعات، بيحضر قداسات، ليه ما اعملش زيه؟ ما ابصش بقى على الجانب السلبي بتاعه. فانا لو انا عملت كده بيسموني انسان جاهل، انسان حكيم. انما الانسان الجاهل اللي هو الغبي بيسموه غبي، اللي هو بيدين غيره. يعني حط قدامك طول ما انت بتدين غيرك وبتقول عليه حاجه وحشه انت ايه؟ انا مش هقول لها يعني انت اللي تقوله. طب انت انسان جاهل. يبقى احنا عرفنا المرض اللي هو الادانه ليه ايه؟ اسباب، انا بيجي لي المرض ده ليه؟ صح؟ طيب هل زي كده ما بعيد عننا كده كورونا مش ليها مضاعفات؟ اللي بيجي له كورونا بيحصل له ايه؟ بيسخن، بطنه بتوجعه، وفي ممكن اللي بتلاقوا حاجات في جلده وحاجات كده، صح؟ نفس الحكايه في الادانه. بتطلع لنا حاجات. ايه هي بقى الحاجات دي؟ زي ما كورونا كده ممكن توصلنا للموت، نفس الحكايه الادانه ممكن
تطفئ روحنا، يعني روحنا تنطفي، تبقى عامله زي الشمعة كده منورة وتطفي، يعني روحنا ماتت. طب ازاي؟ ليه بتخلي روحنا تطفي؟ في موقف حصل معايا انا، ما تقولوا. في موقف حصل معايا انا، مره دخلت الكنيسه قداس، ودخل اصلي بقى وابونا بيصلي وانا قلبي بقى مرفوع لفوق، وارحمنا ارحمنا يا، والدنيا حلوه قوي. وفجاه كده لقيت ايه، ناس عمده او ابنهم فرحانين بيه دخلوا الكنيسه، قعدوا جنب ايه، جنبيه كده في الكنيسه كده ورايا، وقعدوا يتكلموا ويضحكوا وفرحانين قوي بعيلهم ومش عارف ايه، وهيصه بقى. انا اول ما بصيت كده، ايه ده، فين قداسه الكنيسه؟ ازاي يتكلموا بالمنظر ده؟ ده فتره وقت حلول الروح القدس دلوقتي، يعني على الاقل يسجدوا يبطلوا كلام في اللحظه دي. طب يقفوا، ده كلهم قاعدين، ده مش عارف ايه، وعمال ايه طول ما انا في القداس عمال ايه قاعدين. فجاه ببص لقيت وقت التناول جه، الله فين القداس، ما لحقتش احضر القداس. انما انا لو كانت نظرتي ليهم، الله ده النهارده وصل ابن جديد لربنا، اتعمد وانضمت للكنيسه واحد جديد، فرحه عظيمه والناس فرحانه ومبسوطه، اشكرك يا رب انك انت ضميت واحد جديد لينا، وقعدت اصلي واكمل القداس، كان هيحصل اللي حصل ده؟ او اخدت جنب مكان جانبي كده وقعدت فيه، ما استمتع بالقداس. انما في مجرد ان انا قعدت ادين، روحي اتطفت، ما حسيتش بالقداس. طبعا الادانه بتخليك مكان ربنا او مطرح ربنا، لان ربنا هو الديان، فانت مجرد ما انت بتدين حد انت عملت نفسك قاضي. طيب معناه ايه الكلام ده؟ ان ربنا هيحاسبك بالظبط زي ما انت بتحاسب الايه الناس. فاذا كان ربنا هيرحمك فبسبب الادانه دي مش هيرحمك. تخيل ان ربنا رحمته واسعه قوي، وبنصلي في القداس ارحمنا يا الله، وواثقين في رحمته، ان رحمته واسعه وكبيره جدا. من خطوره الادانه ان الادانه بالذات هتوقف رحمه ربنا الواسعه. تخيل انها تحرم من رحمه ربنا. لما انا ادين اللي قدامي ان هو حرامي، ربنا هيدني ان انا حرامي. لما ادين اللي قدامي ان هو بيحب المال او بيحب المنظره او بيحب او بتاع بنات او 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 او، انا كل كلمه قلتها على غيري انا هتمسك بيها فوق، مش ربنا مش هيرحمني عنها. تخيل خطورتها في ايه، يعني الخطوره فيها صعبه قوي. رحمه ربنا اللي احنا كلنا بنترجاها من ربنا هتتشال مني لو انا ايه ادنت غيري. النظره الوحشه اللي انا قلت عليها هتخليني برضو فوق ايه، مدان. لا تدينوا لكي لا تدانوا. في انجيل مرقس الاصحاح الرابع ايه 24 بيقول: بالكيل الذي به تكيلون يكل لكم ويزاد لكم ايها السامعون. في مثل في انجيل متى بيتكلم عن السيد والعبد، والعبد اللي كان مديون لسيده بمبلغ كبير قوي، كان مبلغ 10,000 وزنه. سيده عمل ايه؟ قال له هات الفلوس اللي عليك. قال له معيش. قال له خلاص بيع كل حاجة وبتاع. قال له معلش، وقعد يترجاه وبتاع. قال له خلاص أنا مسامحك. كلمة مسامحك دي هي رحمة ربنا، رغم إن عليه مبلغ كبير جدا، بس كلمة أنا مسامحك دي إيه؟ رحمة ربنا الكبيرة. الراجل خرج مش مصدق نفسه، السيد فوت لي المبلغ الكبير ده. خرج مبسوط وفرحان، راح قابل مين؟ قابل عبد عنده. قال له إيه؟ قال له آه صحيح، ده أنا ليه عندك فلوس؟ إدهاني. قال له دول مبلغ صغير، دول 100 دينار. قال له لا عاوزهم، وعاوزهم دلوقتي. قال له ما عنديش. قال له ماليش دعوه اتصرف. قال له ما عنديش. قال له لا مش هسيبك الا لما تدفعهم. قال له طب ما عنديش. قال له طب خلاص، راح وداه السجن حبسه. مين اللي عرف الموضوع ده؟ السيد الكبير اللي رحمه في الاول. اول ما عرف كده قال له لا، انا رحمتك في مبلغ كبير وانت مش قادر ترحم العبد الصغير، العبد اللي عندك ده في مبلغ صغير، طلع له القديم والجديد بقى، وفتح له بقى، هات بقى كل المبلغ اللي عليك، وما سابوش. هي دي الادانه. انا مجرد ما انا بدين اللي قدامي، انا مش من حقي ان انا ادينه اصلا، او هو يعني على حاجه بسيطه،
ربنا مش هيسيبني في اي حاجه. كل دي حاجات بتحصل لي زي ما قلت لكم كده، ان روحي بتطفي، ان بقيت انا مطرح ربنا، فربنا مش هيديني رحمه. برضو هتلاقوا ان انا بيتهيأ لي، الكلام ده مش صحيح يعني، بيتهيأ لي ان انا صح وكل اللي حواليا غلط. يبقى روح الكبرياء اللي جوايا كبرت، انا مش شايف ان اي حد قدامي صح، انا بس اللي صح، كل اللي حواليا غلط. اما الذي يتحاشى الادانه يخلع منه بقايا الكبرياء اللي جواه، اللي بيتحاشى الادانه هيشيل بقايا الكبرياء اللي ايه اللي جواه. طب دي اثر الادانه عليا انا، هل بتاثر على الاخرين؟ يعني انا ادنت واحد، هل غيري هيتاثر ازاي؟ انا بدين. انت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ هيثم. انا دنت هيثم، انتوا هتتأثروا ازاي؟ ايه؟ صح، انا مجرد ما انا قلت كلام على هيثم، عشان انا عاوز اوصل ليك صورة وحشة لهيثم، يعني انا قلت على هيثم، معلش يا هيثم ما تزعلش، قلت على هيثم ده خلي بالكوا ده حرامي، ماشي؟ انت ما تعرفش حاجة انا هيثم، بس عرفت ان هو ايه؟ حرامي، هتحصل ايه؟ هتتجنبه، مش هتقرب ناحيته، مش هتصاحبه. ايه؟ لا على باطل. الإدانة دايما بتبقى على باطل، لا، فلنفرض هو فعلا حرامي، وانا قلت لكم يا جماعة خلي بالكم من فلان ده حرامي، انا بسيح له، مش لغرض ان انا انصحكم، انا بسيح له، لا بسيح له. ده الانسان العاقل اللي هيفكر التفكير بتاعك، لان مجرد ما هو بيقول لو انا اتكلمت عليه كلام وحش، هو لازم يفكر ويشوف هل هو فعلا الكلام ده ينطبق عليه ولا لا، ولا هو في ايه علاقه بيني وبينه وحشه فهو عاوز يوصل الكلام ده ليا. تمام. طب احكي لك على موقف حصل مع خادم من الخدام، بس مش هنا يعني، بس هو ده يعني تأثير ان واحد يتكلم وده اتكلم وده اتكلم وده اتكلم وده اتكلم وعملت ايه، الموضوع لف ودار والناس كلها عرفت. يعني الخادم ده كان بيخدم في فصل مدرسة احد، فكان عنده واد مستفز مستفز بجد يعني، فهو اعصابه فلتت فشد عليه جامد. الخدام اللي حواليه ايه ده؟ ازاي خادم يشد على مين؟ على طفل، ده فلان ده طلع ايه مش تمام. وابتدى ده يوصل لده وده يوصل ده، واولياء الامور كلهم عرفوا، وابتدى الخادم ده بقت صورته وحشه جدا. زي الاشاعه، الاشاعه بتوصل ازاي؟ انا قلت حاجه ده وصلها لده وده وصلها لده وده وصلها لده وده وصلها لده. واحد متزن من كام؟ طيب خلاص، بس التمانية ايه؟ حاطين في دماغهم من ده ايه؟ وحش، التمانية دول هيتوصلوا لايه؟ لتمانية غيرهم، والواحد ده هيوصل لواحد ايه؟ غيره، فالعملية بتكتر ايه؟ بطريقة وحشة، معلش الإنسان من طبعه شرير، معلش يعني. لا بتحصل. لا بتحصل بتحصل، بس الخادم ده وصل بيه المرحلة ان الامهات بقت تخاف تودي اولادها، او بتقول له لا الخادم ده خلي بالكم يا جماعة ده عنيف، احنا ممكن يبهدل عيالنا فخليكم بعيد عنه. فالخادم ده خاف ان هو يخش الكنيسة تاني، وحرم نفسه ان هو يخش الكنيسة، فين عقبال ما اقنعوه ودخلوه وادوا له ثقة في نفسه.
ما انا بكلمك، هي روح الادانه لما تبقى موجوده في ناس كتيره ممكن توصل لايه؟ ممكن واحد ما عندوش روح الادانه دي فمش هيكمل، مش هيجيب سيره حد. انما روح الادانه طول ما هي موجوده في كل واحد، ده هيوصل ده وده هيوصل ده لده. لو واحد بس ممكن الدنيا تنتشر بطريقه وحشه. فانت خلي بالك الكلمه اللي انت هتقولها ماشي، ولما واحد بيتكلم حاجه ما بتوصلش 100 100 في 100 100 يعني بالظبط. كل واحد بيحط التاتش بتاعه واللمسه بتاعته. تمام. وهو كان اسمر حاجه بسيطه يعني طلع فحمه. فالناس شافته ان هو ده الخادم، ده هو العصبي المفتري، احنا مش هنهين اولادنا معاه يعني. المهم الإدانة ممكن توصلنا لإيه تاني؟ ممكن توصلنا للعنف، وزي ما شفتوا في الست اللي ممسكوها في ذات الفعل، الكتب الفروسيين بيعملوا معاها إيه؟ ماسكينها بعنف، وكل واحد في إيده إيه؟ يعني كل واحد عاوز أكبر طوبة تبقى في إيده عشان يديها، عاوز يشوف منظر الدم، عنف ماشي؟ زمان اللي كان بيعاكس بنت كان بيعملوا معاه يديله العقد تمام؟ يحلقوا له طلبات صح؟ ايه؟ في كده وفي ال المهم عرفنا ان الادانه ليها اعراض لازم نعالجها بقى. نعالجها ازاي؟ اول حاجه ان احنا نعذر الاخرين زي ما احنا اتكلمنا في الاول، نحط اعذار، نقول معلش ده ممكن يكون اصله كذا، اصله تعبان، اصله عيان، يعني وانا داخل في واحد ما يسلمش عليا مطنشني انا كده دينته، لو جيت قلت اصله ما خدش باله خلاص انا بلتمس الاعذار ماشي. يعني ما احطش الحاجه الوحشه، احط الحاجه الكويسه، اصله دي حاجه تبقى كويسه. ايه؟ لا بص، ما هو المفروض ان ايه، انا داخل لقيت واحد ما سلمش عليا، ما احطش الحاجه الوحشه في دماغي، اقول اكيد هو ما سلمش عليا عشان ما خدش باله ماشي. لو انت مثلا قامه كبيره وداخل وواحد ما قامش، ما ممكن يكون رجليه وجعاه، او ممكن يكون مشلول، او ممكن بتحصل مع ناس كتير صح ولا لا. واحد انت دخلت له داس وشايفه طول الناس قاعد، احكم عليه ان هو ليه مش انسان منضبط او بتاع ربنا والكلام ده كله، ما تعرفش ظروفه ايه، يمكن عنده مرض وحش قوي بعيد عننا يعني. ليه بقى؟ علشان لما تقع في نفس الموقف تلاقي اللي يرحمك ويعذرك. لان انا ممكن اقع في نفس الموقف بتاعه بالظبط، الاقي اللي ايه، اللي بيديني العذر، اللي بيسامحني، اللي ما بيزعلش مني. ودايما احط نفسي مكان الشخص. احنا بنحكم علشان بعيد مش في نفس الموقف. يعني عاوز اقول لكم مثلا القاتل، في قاتل بياخد اعدام وفي قاتل بياخد براءه. لا، لو انت قاتل عن عمد بتاخد اعدام، لا عن عمد، عن الخطا ده ما بتاخدش اعدام. انا بتكلم تاخد براءه، يعني انت قتلت وبتاخد براءه، في واحد قتل بياخد براءه وفي واحد قتل بياخد اعدام، تفرق في ايه؟ والتاني غير متعمد، ده بيتحبس، ده بيتحبس. انا بقول لك بياخد براءه، امتى بياخد براءه؟ ايه؟ لا، دفاع عن النفس. اللي دفاع عن النفس. طب ليه اللي بيقتل، اللي ربنا قال لك لا تقتل نفس ومن قتل يقتل، ليه اللي قتل ده بياخد براءه؟ علشان ما عرفنا ليه اللي بيدافع عن نفسه بالذات اللي بياخد براءة، عشان القاضي لما حط نفسه مكان القاتل وقال لك ده لما واحد دخل عليا وعاوز يقتلني وانا ايه قبل ما يقتلني قتلته، فانا بدافع عن نفسي، انا لو اتحطيت في نفس مكانه ايه هعمل اللي هو عمله، فلا خلاص ياخد براءة. انا ادينه ليه؟ انا بتكلم يعني، انا بتكلم دلوقتي على قانون البشر. لا انا بتكلم على القانون بتاعنا عامة يعني.
انا بديك مثل في القانون المصري بيحصل كذا كذا ليه؟ عشان القاضي هنا او المشرع عمل ايه، حط نفسه مكان المتهم. ماشي، انا نفسي احط نفسي مكان الايه اللي انا بدينه. هو عمل كده ليه؟ اكيد عشان لو انا اتحطيت مكانه افكر في الموضوع ده. يقول لك في واحد اشتغل مع ناس مش مسيحيين يعني، وهو شغال مع الناس اللي مش مسيحيين دول، شوية بشوية قعد يكلموه عن الدين. مع فترة ضعف كده أنكر المسيح. الناس مسكته قطعت في فروته، بهدلته. طب ليه؟ ما أنت مش عارف الإنسان اللي قدامك ده اللي هو أنكر المسيح، أنكر المسيح ليه؟ ممكن اتكتروا عليه وما عرفش يرد عليهم. يمكن هم ليهم متعلمين جدا وهو مش متعلم فمش عارف يرد. يمكن خاف. يمكن ضغطوا عليه وهددوه بحاجة. ما احطش احط نفسي مكانه. ما احكمش على قدامي، مش من حقي ان انا احكم قدامي. حتى لو انكر المسيح ما احكمش عليه. ما اقولش هو انكر المسيح عشان ما احكمش عليه. ايه؟ انا مش بديله مبرر. بس انا بقول لك انا مش من حقي ان انا احكم عليه. انا مش بديله اي مبرر خالص. من ينكر المسيح، من انكرني فايه انكره امام ابي الذي في السماوات. انما انا مش بديله مبرر، ده خلاص الملكوت اتشالت منه. تمام. انت عرفت ترد، عرفت ترد. زي مره واحد برضو مسكني قال لي انا مش هسيبك الا لما قلت له معلش انا بؤمن ان يسوع المسيح اللي انتوا بتقولوا عليه نبي، انا بؤمن عليه ان هو اله. وقفلت معاه الكلام وبطل بس يعني انا قفلت معاه الموضوع بكده. بس هي الفكره في ايه؟ انت بتعرف ترد، ده بيعرف يرد. في واحد ضعيف اللسان ما بيعرفش يتكلم، واحد ضعيف ان هو اتهدد يعني. ماشي، لو حد هددك، حد هددك انت قوي قدرت تستحمل تهديد، اوكي. في غيرك ضعيف. انا مش عاوزين نخش في الموضوع دي بس يعني المواضيع دي، بس انا بتكلم الفكره انك انت حط نفسك مكان اللي قدامه وشوف اللي قدامك ممكن يكون يعني حط له اعذار زي ما انا قلت في الاول، حط له اعذار. ممكن يكون مش متعلم، ممكن يكون اتهدد، ممكن يكون خايف، حط حاجات زي كده. ماشي، ان هو وصل للمرحله دي عشان كذا. ماشي، ولما نحط في علمك، لما نحط الحاجات دي نقدر نعالج الشخص ده، واقدر اعالج واعرف اوصل له بالطريقه دي. انما لو انا هاجمته وقلت انت خلاص خسرت الملكوت، قال لك بالسلامه مش عايزك اصلا. هي الفكره في كده. اعالج ازاي موضوع الادانه؟ ان انا لما اجي اتكلم على حد ما اتكلمش عليه، اتكلم معاه. لو انا بحبه اقعد معاه واخده على جنب واقول له على فكره انت عملت كذا وكذا 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 والكلام ده لا يليق. ايه؟ ثانية واحدة، أنا هبص لك قدام دول كلهم، يبقى إدانة ولا مش إدانة؟ لو خدت لك على جنب وكلمتك أو بصيت لك بص بص أنت بتعمل كذا كذا كذا، مش إدانة. أنا كلمتك على يعني لما أنفرد بيك وأتكلمك عن حب جوايا إن أنا عاوز أصلح منك، دي مش إدانة. إنما مجرد إن أنا بعمل معاك، لو خدتك على جنب عشان الناس كلها تاخد بالها، خلي بالك لو خدتك على جنب وقول عشان الناس كلها تاخد بالها ان انا بقول لك على حاجه وحشه انت عملتها، ادانه. يعني مش معنى ان انا خدتك على جنب وكلمتك وبنصحك دي حاجه كويسه، هي حاجه كويسه، بس لو الناس وصلت ليها ان او انا قصدي ان اوري الناس ان خلوا بالكم ان الموضوع ده عشان ادانه، لا يبقى انا كده دخلت في موضوع كبير. قال لك ما تصدقش اللي تسمعه، يعني زي ما انت لسه قايل ما تصدقش اللي تسمعه. ماشي، لان عقبال ما يوصل لك ممكن كل واحد يحط التاتش بتاعه ولا المسات بتاعته. عاوز اقول لك واللي تشوفه تصدق قد ايه منه؟ نصه. ازاي؟ حاجه انا شفتها بعينيا هصدق نصه ازاي؟ لان انا مش عارف الحقيقه الكامله. هحكي لكم عن كاهن.
كاهن زي ابونا انطونيوس كده، واحد من الشباب بتوعه كان خمرجي بيسكر، فهو من غيرته راح فين؟ بيته يفتقده. راح لقى مين؟ مراته. فين ابننا؟ قالت له ده راح يسكر. مشي. راح تاني مش لاقوش. المهم مراته دخلت جت الكنيسه، الحق يا ابونا جوزي مبهدلني، مخلص فلوس البيت على الايه؟ على السكر، وفضحنا ومخلي سمعتنا وحشه زي الزفت. فيا ابونا صلي له، وقعد هي تصلي وهو يصلي له. المهم ايه؟ راحوا. قال لي خلاص انا هاجي لك البيت تاني. راح البيت تاني عشان يفتقده مش لاقيه. كذا مره يروح البيت مش لاقيه. لقى ايه؟ قال لها خلاص ما ينفعش كده، انت قولي لي بس هو بيروح فين وانا اروح له. قالت له ما ينفعش، ده بيروح غرزه، هتروح له ازاي يعني؟ قال لها بس انت قولي لي على المكان اللي انت هتروحيه. قال هو بيروح. فاديت له المكان. المكان كان عامل زي كافي شوب كده، معمول بالازاز من بره في ميدان عام كده في وسط البلد. المهم ابونا بص عليه من بره، الازاز مبين المكان. ايه؟ عينيا كنت ما اقول لك. ابونا شايفه قاعد حاطط قدام، قاعد على ترابيزه حاطط قدامه ايه؟ ازازه الخمره والكاس. ابونا ما كدبش خبر، دخل له جوه، قعد معاه على الترابيزه. ازيك يا ابني؟ ابونا يا ابونا اهلا وسهلا، وسلم على ابونا. يصح الكلام اللي انت بتعمله ده؟ مش المفروض تستفيد، ما تسيبش بيتك، واللي انت بتعمله ده غلط. وقعد يديله ايه؟ وعظه روحيه عشان ايه؟ يكسبه. المهم الواد ايه؟ قاعد يسمع من ابونا وبيتاثر يعني من كلام ابونا عشان ايه؟ يرجع يعني على اللي هو بيعمله ده. الكلام ده كان زمان يعني، ما كانش فيه لسه الموبايلات والكلام ده كله. فهو الراجل ده اكمنه بيروح المكان ده كتير كتير، فاصحابه لما بيحبوا يوصلوا له بيتصلوا بيه فين؟ في المكان ده. فجاله تليفون، قالوا له يا فلان تعالى ايه؟ في تليفون ليك. راح الراجل راح ايه؟ يرد على التليفون، واحد صاحبه طول. مين قاعد على الترابيزه؟ ابونا قدامه ازازه الغمره والويسكي. مين مر؟ واحد محترم كده من خدام الفضحيه اللي ما بيسيبش حد الا لما بيبهدله. شاف المنظر ده قدامه، طبعا ازاز شايف المنظر كله، ابونا قاعد قدامه ازازه بتاع، مش الجري على الكنيسه، الحقه الحق يا امين الخدمه، الحق يا ابونا الحق، ده ابونا فلان كذا بيعمل كذا، بيشرب ايه خمره وبتاع. يا عم ما ينفعش، عيب تقول كلام ده على ابونا. لا انا متاكد. مش اي كلمه تسمعها تقولها. قال لا انا شفت بعيني اللي هي ايه اللي هيكونوا بتدود. ماشي، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. يبقى ما تصدقش اللي اسمعه، وحتى اللي اسمعه ايه؟ في انجيل معلمنا يوحنا بيقول له لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. لا تحكموا حكما حسب الظاهر بل احكموا حكما ايه؟ عادلة. ربنا يدينا النهاردة ان احنا نبطل ايدانا وما نبصش للناس ونبص لهم بنظرة حلوة ونستر عليهم ستر حلو يا جماعة، نتكلم عليهم كلام حلو عشان لما نتحط مكانهم او في نفس الموقف نلاقي اللي يستر علينا ويرحمنا. ربنا يرحمنا. شكرا. حد عنده اي سؤال؟ ماشي اتفضلوا نصلي. ولا في طنبلة؟ في طنبلة معلش. احنا بنشكر دكتور وائل ماضي، بنقول له ربنا يخليك لينا وتعيش وتخدم وتعلمنا. بصراحة الموضوعات اللي بيقولها انا بستناها وبحفظها. يعني اخر مرة وعظ لنا عن الصداقة، حد فاكر الصداقة؟ كان موضوع جميل وكان متكامل. النهاردة بيوعظ لنا عن الادانة ولنا معلومات جميلة. قال ان البصة بس تعتبر ادانة، الملامح الوش. انا لو حد بيقول لي ايه رايك في هيثم، رحت اعمل له كده بس كده، مش عارف هيثم النهارده بقى المثال، يبقى انا كده ادنت، اتحسبت عليا.